نشرة الأخبار. نشرة الأخبار من الإذاعة الوطنية التونسية، أسعد الله صباحكم ضمن أبرز عناوينها. المحكمة الإدارية تصرح اليوم بمآل طعن المترشح للانتخابات الرئاسية عماد الدايمي بعد قبول طعن المترشح منذر الزنيدي ورفض طعني المترشحين عبير موسي وبشير العواني أمس. وهيئة الانتخابات تعلن مطلع الأسبوع المقبل عن القائمة النهائية للمترشحين. تحرك وطني للأساتذة النواب اليوم أمام وزارة التربية للمطالبة بتسوية وضعيتهم المهنية. في فلسطين المحتلة، العدوان الصهيوني المتواصل على غزة والضفة الغربية يخلف المزيد من الشهداء والجرحى، ومجلس الأمن يطالب بتسريع التطعيم ضد شلل الأطفال في القطاع. أهلا بكم في تفاصيل هذه النشرة. تصرح اليوم المحكمة الإدارية بمآل طعن المترشح للانتخابات الرئاسية عماد الدايمي. وكانت الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية المتعهدة في إطار الطور الثاني للتقاضي بخصوص نزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية 24 و2000 قضت أمس بقبول طعن المترشح منذر الزنيدي وبالتالي عودته للسباق الرئاسي ورفض طعني المترشحين عبير موسي والبشير العواني، وفق ما صرح به للأخبار الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية فيصل بوغرة. بالنسبة للقضية الأولى المتعلقة بالرغبة في ترشح السيد عبير موسي، قضت الجلسة العامة برفض الطعن أصلا. بالنسبة للقضية الثانية المتعلقة بالسيد بشير العواني، قضت برفض الطعن شكلا. القضية الثالثة المتعلقة بالسيد عماد الدايمي، قضت بالتمديد في أجل تصريح المفاوضة إلى تاريخ جمعة 30 أوت، وذلك لإجراء عمل تحضيري يتمثل في طلب وثائق من الهيئة الانتخابات. بالنسبة للقضية المتعلقة بالسيد منذر الزنيدي، قضت بقبول الطعن شكلا وأصلا وإلغاء قرار الهيئة المنتقد والقضاء بقبول مطلب ترشح المعني بالأمر للانتخابات 2024. رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر قال من جهته إن مجلس الهيئة سيطلع على حيثيات الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية والأحكام التي ستصدر عن القضاء العدلي بخصوص تدليس التزكيات لتعلن الهيئة إثر ذلك عن القائمة النهائية للمترشحين المقبولين للانتخابات الرئاسية القادمة مطلع الأسبوع المقبل. مجلس الهيئة سوف يقوم بالاطلاع على هذه الأحكام، على حيثية الأحكام، على تعليل الأحكام، وسوف نتخذ القرار حول طبعا الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين أخذا بعين الاعتبار النصوص التي صدرت عن المحكمة الإدارية، وأيضا أخذا بعين الاعتبار أحكام جزائية صادرة في المادة العادية في خصوص تدليس التزكيات. مجلس الهيئة هو الجهة الدستورية الوحيدة التي ائتمنها الدستور على ضمان سلامة المسار الانتخابي، ومجلس الهيئة سوف يقرر بناء على كل ذلك إن شاء الله في اجتماع الذي سيحدد القائمة النهائية للمترشحين المقبولين بخوض غمار الانتخابات الرئاسية. هيئة الانتخابات سوف تطلع لا فقط على المنطوق، سوف نطلع على التحيث وعلى التعليل، وسوف نطلع على أحكام أخرى صادرة عن القضاء العدلي، وسوف نأخذ قرارنا الذي سوف يكون متطابقا للقانون والدستور. في موضوع متصل، أكد المدير التنفيذي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات رضا الميساوي أن عملية تحيين التسجيل في الانتخابات الرئاسية التي تتواصل إلى غاية 20 سبتمبر المقبل أفضت إلى تسجيل قرابة 9,700,000 ناخب، مشيرا إلى أن الهيئة وضعت آليات جديدة لتسجيل الناخبين في الخارج. في الخارج قمنا بتدقيق ووضعنا آليات ربط الناخب بعنوانه حسب جواز السفر، وتمكننا من تسجيل آليا للجيل الثالث، وصلنا نحكيه توا حتى الجيل الرابع، قرابة 230 ألف تونسي كانت عنده باسبور ما غير بطاقة التعليم، قمنا بتسجيلهم وذلك قفز عدد المسجلين في الخارج من قرابة أقل من 400 ألف لأكثر من 600 ألف ناخب في الخارج، وفي تونس 9,100,000 مسجلين. الإشكالية الأولانية كانت عادنا أن المواطن يبدأ مش مسجل، هذه تجاوزناها، سجلنا الناس الكل، كل من عنده باسبور بطاقة التعريف، باسبور ما غير بطاقة التعريف، الكل مسجل. الإشكالية الثانية أنه يجي يقول سجلني في فرنسا، أنا راني وليت في روما. عملنا آلية أنه صوت أينما شاء، أي مركز اقتراع يعرضك أدخل صوت. وصلنا باش نعملوا لو كونسيبت نتاع مراكز اقتراع زيرو انسكري. في الخارج شبكة المراكز تولي 350 مركز اقتراع.
قرر المجلس الجناحي الصيفي بالمحكمة الابتدائية تونس أثنان أمس تأخير النظر في القضية الخاصة بالعيش زمال وأمينة مال حزبه المتعلقة بشبهات افتعال تزكيات للانتخابات الرئاسية إلى غاية 19 من سبتمبر المقبل، وفق ما صرح به لوكالة تونس إفريقيا للأنباء عضو هيئة الدفاع المحامية فوزي جاب الله. في شأن وطني آخر، ينفذ الأساتذة النواب صباح اليوم تحركا وطنيا أمام وزارة التربية في العاصمة للمطالبة بتسوية وضعيتهم المهنية والتوصل إلى حل نهائي لهذا الملف. وفق ما صرح به للأخبار المنسق الوطني للملف الأساتذة النواب مالك العيارية. اليوم نفذ تحرك وطني أمام وزارة التربية على مستوى الشارع بدنات في حدود الساعة 9، طلبوا معنا بتنزيل أوامر ترتيبية معنا تسوية وضعيتنا على دفاعات وغلق هذا القوس حقيقة لوطال انتظار، وتكون إن شاء الله فرح للناس الكل، ونأمل الأمل كل أمل تفعيل ما طلبنا بشكل جدي. تنطلق بداية من الاثنين المقبل عملية التسجيل عن بعد للتلاميذ في المؤسسات التربوية العمومية والخاصة من السنة الثانية ابتدائي إلى البكالوريا على الموقع inscription.education.tn، ويتم إعادة فتح باب التسجيل بالنسبة إلى التلاميذ الجدد للسنة الأولى ابتدائي بالمدارس العمومية والخاصة بداية من الرابع من سبتمبر المقبل، وبالإمكان إتمام عملية الاستخلاص باستعمال رصيد الهاتف بإدخال الرمز دياز 181 نجمة. في شأن تربوي آخر، أكد رئيس الغرفة الوطنية للكتبيين جمال الدين دردور توفر 90% من الكتب المدرسية لمستوى الأساسي والإعدادي والثانوي، وسيتم استكمال جميع العناوين خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل. إلى فلسطين المحتلة، يواصل جيش الاحتلال الصهيوني عدوانه العسكري شمال الضفة الغربية المحتلة في عملية وصفت بأنها الأوسع في الضفة منذ عام 2002، وسط مطالبات في مجلس الأمن الدولي بتسريع التطعيم ضد شلل الأطفال في غزة. ياسين الفغالية. يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي لليوم الثالث على التوالي عملياته العسكرية في جنين وطوباس وطول كرم شمالي الضفة الغربية، بينما أعلنت المقاومة الفلسطينية الانتقال إلى المرحلة الثانية من هذه المعركة والتي أطلقت عليها اسم رعب المخيمات. كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس أعلنت استهداف قوة مشاة إسرائيلية بعبوة نازفة شديدة الانفجار في محور الصناعية، وبدورها أعلنت كتائب القسام أن مقاتليها يواصلون الاشتباك مع قوات الاحتلال المتوغلة في جنين وطول كرم بالرصاص والعبوات المتفجرة، وقالت إن المقاتلين استطاعوا تفجير عبوات أرضية بآليات الاحتلال المتوغلة في المدينتين. من جهتها قالت كتائب شهداء الأقصى صباح اليوم إنها تخوض اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة مع قوة خاصة إسرائيلية تسللت إلى بلدة الزبابدة في جنين. وفي غزة، فادت مصادر طبية باستشهاد 54 فلسطينيا في سلسلة غارات إسرائيلية على القطاع تركزت على منازل في مدينة غزة ومخيمات الشاطئ وانصيرات ودير البلح. إنسانيا، ومع تفشي فيروس شلل الأطفال في القطاع، مجلس الأمن الدولي طالب في جلسته أمس بتسريع حملات التطعيم ضد شلل الأطفال لتفادي كارثة إنسانية جديدة. وقال عدد من المندوبين إن الوضع في غزة يائس للغاية، وإنه تم دفع المدنيين إلى ما هو أبعد من حدود التحمل. من جهته قال المدير التنفيذي لبرنامج منظمة الصحة العالمية للطوارئ الصحية مايك رايان إن تفشي شلل الأطفال في غزة تذكير صارخ بمدى سرعة ظهور الأمراض المعدية في المناطق التي تتعرض فيها الأنظمة الصحية للخطر. وطلبت ممثلة سويسرا بمجلس الأمن بتنفيذ حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في غزة بشكل كامل، معتبرة أن الوضع الإنساني في قطاع غزة يتدهور يوما بعد آخر. في السودان، أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن 64 شخصا فقدوا جراء الأمطار الغزيرة التي ألحقت أضرارا بمخيمات النازحين وتسببت في تأخر وصول المساعدات الحيوية لملايين الأشخاص.
تتواصل جهود السلطات المحلية غرب اليمن للوصول إلى عشرات آلاف السكان المحاصرين في الجبال بعد تعرض المنطقة لأمطار غزيرة وفيضانات مدمرة استمرت لأكثر من 48 ساعة أسفرت عن وفاة 14 شخصا فيما لا يزال نحو 20 آخرين في عداد المفقودين. ختام النشرة قدمناها من الإذاعة الوطنية التونسية نذكر بأبرز ما جاء فيها في عناوين. المحكمة الإدارية تصرح اليوم بمآل طعن المترشح للانتخابات الرئاسية عماد دايمي بعد قبول طعن المترشح منذر زنيدي ورفض طعني المترشحين عبير موسي وبشير العواني أمس. وهيئة الانتخابات تعلن مطلع الأسبوع المقبل عن القائمة النهائية للمترشحين. تحرك وطني للأساتذة النواب اليوم أمام وزارة التربية للمطالبة بتسوية وضعيتهم المهنية. في فلسطين المحتلة العدوان الصهيوني المتواصل على غزة والضفة الغربية يخلف المزيد من الشهداء والجرحى. ومجلس الأمن الدولي يطالب بتسريع التطعيم ضد شلل الأطفال في القطاع. أجمل تحية سمية فرجاني في أمان الله.